تغدى دير لي خو واحد الريجيم باش يمشي يجري باش غادي يطيح واحد شويه كي ديما كيدير بوتين في هذيك الطريق ديال المحاميد. المهم انا كنت انا بلاصه هذيك الساعه انا كنت خدام انا بلاصه كنتريني حتى نتفاجئ بالوالدي تيقول لي بس الكيطمه ديالك هبط هبط بابا دغيا اش واقع اولدي لا هبط دغيا هبط العرق ديالي مشينا هزينا سميتو مشينا تنجريو فعلا تلقى امن وطني واقف لومبيلونس كاع الناس يقول لك اودي تعطلت بان تعطلت ساعه ونص الدري تينزل فعلا سميتو البوليس داروا الاجراءات ديالهم دينا فعلا السيفيل قعدنا في السيفيل بريسك تقريبا خمسة سوايع مني داروا لي الراديو داروا لي سميتو في الاسعافات الاوليه قال لك حتى الغدا ان شاء الله هي اللي باش يديروا لي لوبيراسيون مع الثمانيه وراه ساقين الناس اشنو المشكل اللي كاين قال لك البوك عندهم شي مشكل واش عندهم قريب واش الله اعلم شتي هي الهضره ديك الوشايات ديال الناس اللي كاينات المهم انا قالوا لي الثمانيه الصباح انا زيت ولدي جبتو لهاد المصحه فعلا تعاملوا معايا انا المهم انا عندي لا ميتيال شي ما عنديش عندي لا ميتيال دابا انا كنشوف الدري هو هونديكابي من هاد اللي ديمني راه هونديكابي ديجا وقع عليه مشكل مني بزياده راه هونديكابي مني ما تيهزش يدي ودابا هما كملوا على هاد العصبه والله خلصنا عليه الفلوس هنا في هاد المدرسه ديال الطبخ هاد المشاكل انا تنطلب الله وتنطلب من الله انا المدير ديال الامن باش يتحرك بهاد الدوريات امن راه خدام وراه خص الامن راه المحامي دوسوك وما راه فيها مشاكل وهذا الشيء بغى الله مكتوب حمدنا به الله وشكرنا وتنشكر هاد الاذاعه اللي جات تنشكرها بزاف وتنشكر جميع الاخوه اللي وقفوا معايا وساندوني في الولد الناس اللي خدامين معايا راه فيها عمليه فيها ساعتين فيها جوج ديال العصبات والمهم حفظوا الله مني ما مشات شريك العصبه اللي كتحرك الصباع هذيك اللي هي باش يخدم هي ديك بوشيه باش كياكل وباش كيخدم باش كلشي حنا ما بغيناش الدري باش يتعقد دخلنا لهاد سميتو دخلنا ليتيا ما قدش على الضو دخلنا لهادشي ديال الكويزين بغاه قلنا ليه الله يسخر وخلص عليه بريفي خلص عليه لان عنده هو غير هذيك الاعداديه الاولى ما قابلينوش التكوين المهني اللي قال لك التكوين المهني غادي يقبلوه قال لك خاصو يكون عنده كاتريام هادشي اللي كاين هو هذا تطلب الله سبحانه وتعالى بان البوليس يتحرك البوليس راه محرك وانا واش قليل ما فهمتش انا هاد الشفاره كي تيخرجوا ما فهمتش هاد المرض راه كثر في المغرب كله كثر هادشي راه خايب بزاف هاد لاغريسيون اللي ولات واش بنادم غادي ولدو يتريني حتى تيجي محيه ليه يديه هادشي اللهم ان هذا من القرى هي ما غادي يتريني اش غنديروا مع الروبوات ديال الحديد اللي غادي يحطيو هادشي بزاف اخويا هادشي ما عرفناش دابا البنت الا غادي تخاف عليها المراه الاخرى هادشي راه بزاف واش حنا نهزو ناس واش نديرو ولا يمشي يتريني وحنا حنا غادي نتبعو نحطيو اخويا كنت رجع اخويا غادي نجري كندير السبور غادي تنجري شي يقولوا لي في طريق محمد التسعود خارج غادي بحال غادي تنجري داير كما ديما انا غادي ندير السبور من تما خرجت غادي تنجري حتى هو يخرج ليا واحد هبط عليا بجنويه من اللور ضربني ضربني بحال هكا بقى تيضرب فيا ضربني انا جات في راسي وفي يديا جات هنا نفر جا لصريح اصلا انا بعدا كنت بعدا انا مرسمين اليد ضربني شايه فاف جات كتفي دداو عليا شي يقولوا لي دداو عليا طلعت عليا راه بغيت نسبو لي الجو بعدا بكري ما عادش الجوال السبع باقي بحال ضو حتى واحد ما دخل طنطلب كلشي طنطلب كلشي حتى واحد ما بغا يوقف ليا في الطريق واحد السيد هو واحد السيد تيبعد عليا والفيزان هو اللي مسكين هو اللي مشى طحت قدامو سخفش مشى تبع ما قام واش صار شي يقولوا لي قال لي سمعوا فيديو لي التليفون ديالي واش يقولوا لي طنطلبهم شي يقولوا لي كلشي تيدوز سير حتى واحد ما بغا يوقف ليا طلب لي هذاك السيد فاتو في الشارع تماك خرجت من تما كلشي يقولوا لي هو اللي ولا عتقني بعد وجبت على الناس بدا طيطوا لابيلونس والبوليس بعدا شكرا تنشكر الامن الوطني حيت بعدا جاو بالزربه الاسعاف طلعت عليا بزاف انسف دكاع بقات يسير من الدم بزاف في جي الاسري شي دارين تما كانوا سارحين النعاش جاو بقات في الارض في الفيرما هما اللي شكرا لي عرفوني وهم يمشوا للدار ديريكت مشاو عيطوا لها باش يقولوا لي هو زو التليفون هما يزو التليفون هما يعيطوا لخويا راه نكون المرا جا بفا فهمت انا مش عمرها كاع ما شفتها وكان دابا بوتش ديما تندير بوتش بالمدن شكون بغيت انا الامن الوطني قلت لها الحق ديالي من هادوك المجرمين
تداو عليا وخرجوا لي على حياة هاد اليد هاي هاتشوف هاد هاتشوف درس منها ديجا هاد اليد هادي مصافا دارو لي العصبات تيولا اصلا اش تيقولوا لي اليد بعدا ما غاتش نحركها لي مني واحد الاسرة يا جي فيه اما دارو لي خرجوا لي على حطرت خويا على العصا كيدو لي اش يقولوا لي العصاب تيها ولا تبدا قطعو مليح بالشلول بقاو تيضربو فيها تنطلقهم تنقولها مليح هما لي جيت تا واحد ما بغيت تسوق ليا طبعا تا واحد ما بغيت تسوق ليا وبقى تضرب فيها هي نجي ضربها في كتفي هذاك الكتف اللي مارس منه تنطلب من تنطلب باش يقول لي من الامن الوطني قبض لي حقي هذا هو لي حياتي هما يجي بجوج هيا بدا لي دا جي بدا اصلا ما كنتش لقيت نحركها هما زادوا لي اليد لي صحيح انا داير لاكويزي كندوز سطار في الصيف راني دابا انا باقي نبحر تقيت فيها خلاص هي مسكين الوالد ديالي باش نمشي نقرا انا هما دابا ضيعوا لي حياتي.